واستخدم الرسومات دي في إنه لما يحب يكتب كلمة مائدة القرابين كان بيكتب علامة على شكل طاولة عليها أرهفة الخبز، أو طاولة عليها الخبز والشاي بتتنطق خاوت. وكان بيكتب على جدار المقابر والأبواب الوهمية والتوابيت صيغ لتقديم العطايا، وبتبدأ الصيغة ب حتب دينيسو. علامة حتب هي معناها هبة أو عطية، وأشبه بالمعنى الحالي للصدقة، على شكل حصيرة أو صينية عليها رغيف خبز. وعلامة دي اللي هي على شكل مثلث معناها يعطيها. وعلامة نسو نبات السو ونصف رغيف العيش تتنطق على بعضها نسو ومعناها الملك. وكان المصري القديم حريص على أن تقدم الهبات والصدقات عن طريق الملك لوظيفته المقدسة. وبيكمل المصري القديم صيغة تقديم الهبات والعطايا بشكل ذراع ممدودة وجواها علامة دي اللي على شكل مثلث ومعناها يعطي، وشكل الحية وبتتنطق اف وهي علامة معناها له، دي اف معناها فليعطي له. بعديها علامة برت خرو ومعناها العطية المنطوقة، وهي علامة مركبة لشكل هندسي للمقبرة. وفي النص علامة خرو، خرو لوحدها معناها صوت، وهنا دي اف برت خرو معناها لعله يعطي العطايا التي ستقال من الخبز وبتتنطق تي، الشعير وبتتنطق حنقت، الثيران وبتتنطق كاو، الطيور وبتتنطق أبيدو، الألباستر وبتتنطق سش، والكتان وبتتنطق منخت. هنلاقي بعدها كلمة إنكا إن، علامة المياه اللي موجودة فوق وتحت بتتنطق إن، والعلامة اللي في النص على شكل ذراع مرفوعة هي علامة كا ومعناها الروح، وإنكا إن معناها إلى روح. وبعدها بيكتب اسم المتوفى، وبتنتهي الصيغة بلقب مقرر اسمه مع خيرو ومعناها صادق الصوت، دي اف برت خيرو لعله يعطي العطايا التي سوف تقال من تي الخبز، حنقت الشعير، كاو الثيران، أبيدو الطيور، سش الألباستر، منخت الكتان، إنكائن إلى روح، معخرو صادق الصوت. فالصدقات والعطايا المقدمة من أهل المتوفى هي مقدمة على روح صاحب المقبرة.